هذا وأكد عدد من النواب في لقاء خاص للتلفزيون المصري على أن حزمة الرعاية الاجتماعية التي أقرتها الدولة تساعد في التخفيف على المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. النهاردة احنا كنا بنناقش اعتماد إضافي متقدمة به الحكومة بمبلغ 165 مليار جنيه. نقدر نقول عن هذا الاعتماد الإضافي هو اعتماد إضافي لدعم المواطن المصري. الاعتماد ده عبارة يعني جاي في ثلاث أبواب. الباب الأول اللي هو الأجور والمرتبات كان فيه احتياج إلى 10 مليار جنيه إضافية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية. ده طبعا يعني مع احتساب الاحتياطي اللي موجود عندنا، يعني هو مش الاعتماد ب10 بس اللي هو هيتصرف اكتر من كده. يمكن اليوم وفق المجلس في جلساته المنعقده الجلسه العامه عن قانون ربط الموازنه لتوفير الاعتمادات الماليه اللازمه لتنفيذ حزمه التعديل والتعجيل بالعلاوه الدوريه للموظفين العاملين بالدوله، اعتقد دي كانت من احد الاجراءات اللي اتخذها في فخامه الرئيس لل التخفيف على المواطنين وحزمة الإجراءات الحماية الاجتماعية، لأن لتحسين الأجور الخاصة بالموظفين العاملين بالدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية. ده يساهم بشكل كبير على مواجهة الارتفاع في الأسعار في السلع الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية.